اي غرام تابعي. برافو. سول سي لا. شو بدك؟ بكفي خلاص. حاجة لا تعيط بوشي، كل عم يسمعك. خلاص خلصنا إحسان لو سمحت. ما عاد فيني اتحمل، بكفي. انتبهي، لا تجبريني أعمل شي ما بدي أعمله. كأنه مو عايشين ببيت غرام. نحن خلينا نتابع درسنا. اتحمل. ايه عم تحكي وكأنه يلا حبيبتي. يلا غرام كملي. يلا قرايبيني ما بيناموا عنا مثل قرايبينك. شو بدك أعمل؟ قلعهم يعني؟ قرايبينك ما فيهم ذوق، ما بيتركوا دور لغيرهم. ما عاد فيني اتحمل الحالة. لا خلي إحسان، لا تخليني أكرهك. أنا اللي صرت رح أكرهك. مليت نفس الحكي، بس يجوا أنا رايح، وعلى هالبيت ما عاد رح أرجع. وشي ما عاد رح تشوفيه. أنا عم قلك يوم واحد ما بقى فيك تتحملهم هلا. ما عاد بدي شوف وشهم بالمرة، كرهتهم، مليت منهم. إحسان خرسي ولا حرف. أصلاً أنا يلي مليت منك، بكفي. لا عن جد؟ إذا مليتي هاي الباب قدامك. لا تتقاتلوا لو سمحتوا، خلص لا عاد تعيطوا. غرام. أمي. بابا. غرام بترجاكم. لا تزعلي حبيبتي. يا عمري أنتي. ماما خلص لا تبكي. يا روحي. غرام بنتي، نحنا كنا نحنا منعتذر، آسفين كتير بنتي. أنا وأمك عم نتناقش. شايف عجبك اللي صار؟ ايه كتير عجبك انتي؟ شو هالمصيبة هي؟ الله يريحني، لا خلي من العيشة. غرام. غرام روحي من هون. معقولة عم تحكي مع ماما هيك؟ لا عيب بنتي. انتو بتحكوا سوا أبشع من هالحكي. بسمعكن شو بتقولوا، انتي وبابا دايما بتتقاتلوا. غرام حبيبة قلبي، أحيانا الأم والأب ما بيتفقوا ولهيك بيتقاتلوا. لا بقى تتقاتلوا، ما في داعي للخناق. ايه معك حق، بعد فترة كل واحد فينا رح يفهم غلطه ووقتها منتصالح. لما انتو تعيطوا بخاف كتير منكم. اوف سامحيني يا روحي. امي. لا بقى تتقاتلوا سوا لو سمحتي، وعديني. ايه حبيبتي انتي لا تزعلي، انا بوعدك بنتي. تمام؟ وعد؟ وعد. شو رأيك نروح نلعب بالحديقة؟ موافقة، يلا نلعب. القطة والفار. انتي القطة. ايه تمام. لا تفرحي كتير، ما فيكي تمسكيني. رح اركض وراكي والقطك. انا سريعة. ما رح تمسكيني. مدام سهام، مدام ميسون على الخط. ما فيكي تمسكيني ماما، انا اسرع منك. ايه ميسون اهلين حبيبتي. امي نحن عم نلعب. تركي التليفون. ايه ايه اكيد بعدين. ايه ايه تمام انا معك. يلا تعي حبيبتي، لعبي بالطابة، بعد شوي منلعب سوا. ايه لا عن جد رجعت سالي من لندن؟ شي حلو، خلونا نجتمع سوا. لا هلا ما فيني اطلع، تعوا انتو لعندي، لازم نلتقي لانه كتير اشتقت لكم. ايه قليلي شو في اخبار كمان؟ معقول؟ يا ريت عندي اخ او اخت. بدك تحكي لي بالتفصيل؟ مو معقول، ما كنت مليت بالمرة. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.